واش خوتي اخواتاتي، السلام عليكم ومرحبا بكم عاوتاني في فيديو جديد. عارف راسي طولت عليكم وشحال هادي ما حطيتش فيديو، مي للضروره احكام اخوتي. المهم اليوم وجدت معكم هاد الخبيزه معمره، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. ندوزو للمقادير وخليكم معانا. المهم بالنسبه للمقادير، درت الخبز عادي. بالنسبه للخبز كندير جوج كيسان ديال الفينو، جوج كيسان ديال الفورس، جوج معالق كبار ديال الخميره، ودرت معلقه كبيره ديال الملحه ومعلقه صغيره ديال سنيده. وغادي نجمع هكا العجينه ديالي. وبالنسبه للناس اللي مازال ما دايرينش ابوني، نتمنى ديروا ابوني ودعموني بشي جيم وشي كومونتير زوين وتقول جرس باش يوصلكم الجديد. شكرا لكم اخوتي. المهم من بعد ما غادي نعجن هاد العجينه هادي، غادي ندير لها شويه ديال الزيت باش ما تلصقش في داك البانيو، وغادي نحطها على الجانب باش تخمر. انا درتها دابا حيت الحشوه ديالنا ساهله، دغيا دغيا كتصاوب، ماشي شي حاجه. المهم كيف ما قلت لكم، غادي ندهن شويه ديال الزيت العجينه ديالنا وغادي نغطي عليها تخمر، وغادي ندوز نصاوب الحشوه ديالنا. بالنسبه للحشوه، اي حاجه عندك من الخضار يمكن لك ديريها فيها، واي حاجه عندك من اللحوم يمكن لك ديريها فيها، كاش جاير لحم دجاج، المهم اي حاجه يمكن لك ديريها فيها، كفته. المهم غادي نقطع الخضيره ديالي وخليكم معايا. ملي نقطع الخضيره ديالي دابا خوتي، غادي ندير زويته في مقيله، وغادي ندير داك البصيله باش تشحر شي شويه وتلقى راسها هي الاولى، وعاد غادي ندير فوق منها داك الخضيره، ندير فوق منها مطيشه، وعاد داك الفليفله. خليكم معانا. وبالنسبه للعطريه، غادي نديرو معلقه ونص ديال الكمون، وغادي ندير معلقه صغيره ديال الابزار. انا هنا درت جوج ريوس معالق ديال الابزار، المهم معلقه صغيره ديال الابزار، وجوج معالق ديال الفلفل الحمراء،
وشويه ديال الملحه. وبالنسبه للناس اللي كيبغيو الحار، انا درت طباسكو، وبصح عطات واحد اللذه والله الا بزاف زوينه. بالنسبه للناس اللي كيعجبهم الحار يديروها الى عندهم. وبالنسبه للمعدنوس ما كانش عندي طري، عندي غير هذا ناشف. المهم قدي صغار هاد دي بانيه وطني. غادي نحاول نديو نجيب هاد الخضيره هادي باش تشرب داك الشريميله ديالها. وغادي ندير كاس الارب ديال الماء، وغادي نغطي عليها لمدة منين دازت 15 دقيقة. كيف ما كتشوفوا الخضيرة ديالنا هبطات، غادي نخليوها تشرب غير داك الميه ديالها باش فاش نديروها في الخبيزة ما تلقناش الماء. كيف ما كتشوفوا هنايا دابا شربات داك الميه ديالها، غادي نطفي عليها ونخليها بجنيب على ما نساليو الخبيزات ديالنا، وغادي نرجعوا لهاد الحشوه. خليكم معانا. منين سالينا الحشوه غادي ندوزو دابا للخبيزه ديالنا، راها خمرات. غادي نصاوب جوج كويرات بحال اللي ندير جوج خبزات، وحده باش غادي ندير فيها الحشوه وحده باش نغطي. ومنين خبزنا الخبيزات ديالنا غادي نديرو داك التعمير اللي صاوبنا ونحاولو نسرحوها في الجنيبات. وبالنسبة للناس اللي مازال ما دايرينش ابوني، يتابوناو معنا شي جيم باش تدعمونا، ودقوا الجرس باش يوصلكم الجديد. مرحبا بكم. ودابا غادي نغطي عليها بالخبزه الثانيه اللي صاوبنا، وغادي نحاول نسد لها على دوك الجنيبات مزيان كيف ما كتشوفوا. ودابا غادي نديرها في الفران ان شاء الله.
اللي كان على اعلى درجة الحرارة خليته تسخن مزيان مزيان، ونقصت له الحرارة ديالو، ونقصت له درت له الوقت اللي هو ومنين دازت 20 دقيقة حلينا على الخبيزة ديالنا، لقيناها طابت، بقاو غير الجنيبات ديالها. حاولت انني نقلب الخبيزة للجهة الاخرى باش تحمر شي شوية، وخليتها لمدة ديال 5 دقائق تقريبا، ما كملاش، واللي تحليت على الخبيزة ديالنا لقيتها طابت في امان الله. الخبيزة ديالنا دابا واجدة، وها الخبيزة ديالنا خوتي وجدات. نتمنى الفيديو ديالي يكون نال الاعجاب ديالكم، وتجربوا هاد الخبيزة هادي، راها جات لذيذة لذيذة. كيف ما العادة اخوتي، ما تنساوش الاشتراك ودقوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وشي جيم وشي كومونتير زويون بحالكم، وتهلاو لي فراسكم، وحتى الفيديو الجاي. مع السلامة اخوتي.